سلم رئيس القسم الرياضي بموقع إسبانيا بالعربي. مساء الخير محمد. تحياتي لك أستاذ عبدو بقناة الجزائر الدولية. محمد، إذا نبدأ الحديث عن كأس العرب التي تعود بعد 9 سنوات من الغياب، تعود إلى الملاعب العربية وتحديدا إلى دولة قطر. إذا كيف تنظر لهذه المسابقة التي كما قلت تعود بعد سنوات طويلة من الغياب؟ صحيح جدا، هذه عودة مهمة وانتظرها العرب كثيرا. كأس العرب هي بطولة ربما تأخرت عودتها كثيرا، ربما 9 سنوات، لكن هذه العودة مهمة ونقطة كذلك مهمة في هذا الاكتشاف. أعتقد أن العودة من قطر ستكون مهمة، لأن قطر الآن تستعد لتنظيم كأس العالم، والعرب انتظروا هذه البطولة كثيرا. كانت تنظيمها في السنوات الماضية دائما يشهد تذبذبا، هي عندما طلقت في 63 حتى اليوم لم نشهد سوى 10 بطولات، توقفت في السبعينات ثم توقفت في السنوات التسع الاخيره لتعود من جديد. اعتقد ان العرب بحاجه الى هذه البطوله، وبحاجه اليها اكثر، خاصه عندما تم الان تبنيها من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. بالتالي هذه البطوله مهمه جدا للعرب، تجمع العرب، يتنافس فيها العرب، ومن دون شك هي بطوله كذلك تقدم مواهب نشاهد من خلالها المنافسه العربيه، ولو أن التوقيت ربما جاء قبل أن تحسم المنتخبات التي ستذهب لكأس العالم، قد يكون له تأثير قليل فقط على مستوى هذه البطولة. طيب محمد، بعد إلغاء كأس القارات، كأس العرب صار تحدي حقيقي لقطر التي ستحتضن نهائيات كأس العالم العام المقبل. تماما، هذه فرصة تاريخية لقطر. أعتقد أن القطريون يدركون جيدا ماذا تعني هذه الفرصة، وأعتقد أنهم قادرين على إنجاح هذا التحدي. أنا أتصور أن القطريون يمتلكون كل الإمكانيات، يمتلكون الخبرة والإرادة من أجل إنجاح هذه البطولة. لماذا أستاذ كريم؟ لأنه الآن أنظار العالم، المتتبعين، عشاق الكرة في كل مكان، الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلهم أنظار متوجهة إلى قطر، يتابعون هذه البطولة. ستحظى باهتمام كبير، هذا من فصل الحظ، ربما العرب ستحظى باهتمام كبير. لماذا؟ لأنهم سيتابعون كيف ستتصرف قطر، كيف ستنجح قطر هذه البطولة، كيف سيكون شكل هذه البطولة، لأنها ستكون بروفة مسقرة لكأس العالم. بالتالي هذا التحدي سيكون كبير لدولة قطر، وأنا في اعتقادي أن الإمكانيات والاستراتيجية القطرية والتفكير القطري والتخطيط من أجل السنوات بعيدة سيمكن القطريون من النجاح في هذه البطولة، ومن دون شك سنشاهد بطولة من حيث التنظيم، أنا في اعتقادي أنها ستكون بطولة من حيث التنظيم واحدة من أفضل البطولات التي سيتذكرها العرب كثيرا. بعيدا عن تنظيم قطر لهذه التظاهرة أو الدورة العربية، محمد، من تراه الأقرب لنيل لقب البطولة، خاصة أن العديد من المنتخبات تشارك بلاعبين من المنتخب الأول على غير المنتخب الجزائري أو حتى المنتخب المصري والمنتخب التونسي، وهذا ما سيزيد من صعوبة مأمورية المتوج باللقب؟ والله القلب والأمان مع الجزائر، ولكن وليس فقط القلب والاماني، بل هي قادره على ذلك من دون شك، ولكن ستكون منافسه كبيره جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري من اجل الظفر باللقب. المنتخبات المرشحه انا في اعتقادي من دون مجامله اجد الجزائر في صداره المنتخبات. واعود لنقطه استاذ كريم، لو انه تم حسم المنتخبات المتاهله لكاس العالم، انا اعتقد انه بالماضي يفكر في مباراه الملحق التي سيلعبها المنتخب الجزائري، نتمنى له التوفيق. حتى المنتخبات الاخرى التي لم تحدث الاول تفكر في هذا، لو انه تم حسم الامر لكانت الجزائر مرشحه الى حد كبير. لكن حتى التشكيله الموجوده اليوم في عدد، في رقم انه لا يوجد محرز، لا يوجد كذلك بن سبعيني وقياب كذلك بن ناصر، لكن الاسماء الموجوده هي اسماء كبيره جدا تلعب في افضل النوادي العربيه والخليجيه. بالتالي اعتقد ان الجزائر قادره على ظفر بهذه البطولة، ستكون هناك منافسة كبيرة من مصر في اعتقادي. قطر كذلك سيكون فريق قادر جدا على الظفر بالبطولة، القطريون تطوروا كثيرا، توجوا بكأس آسيا وهم قادرون كذلك على الظفر بهذه البطولة. أجد أن البطولة ستكون بين الجزائر، قطر، وكذلك منتخب مصر، هذه المنتخبات الثلاثة ستتنافس إلى حد كبير من أجل الظفر بالبطولة. أعتقد كذلك أن الصراع على صدارة المجموعة، مجموعة الجزائر، الصراع بين مصر و كذلك الجزائر سيكون له دور كبير، خاصة من الناحية المعنوية على من سيكون بطل هذه.
محمد سالم رئيس القسم الرياضي بموقع إسبانيا بالعربي، كنت معنا مباشرة من مدريد، شكرا لك. إذا